رحيم، شركة المحيط للسياحة في آسيا. نحن في جزيرة بالي سمينياك في فيلا البي فيلا أند سبا. بي فيلا سبا، نصور فيلا مع مسبح خاص، فيلا وان بيدروم مع مسبح خاص. فيلا تأتي بغرفة واحدة مع مسبح خاص. طبعا يمكن إضافة سرير إضافي في الفيلا، ليس مجانا وإنما يتم دفع مبلغ السرير الإضافي. يسمح لطفل واحد أقل من 5 سنوات بمشاركة الآباء نفس السرير، وطبعا الإفطار يكون مجانا. الأطفال أكثر من 5 سنوات طبعا غير مسموح الإفطار فيهم، يتم دفع قيمة الإفطار. يعني ممكن يشاركوا الآباء نفس الأسرة، لكن ممكن دفع قيمة الإفطار. الفيلا قريبة من البحر، وتبعد 5 دقائق مشين من مركز المدينة، 10 دقائق من على البحر، يعني قريب لبحر سمينياك. تأتي بمسبح خاص وأيضا مطبخ وثلاجة. أيضا يوجد هنا المطبخ، تسمح بطبخ الأشياء الخفيفة فقط، سندويتشات. وهنا الغرفة واسعة كبيرة صراحة. الشيء الحلو في فيلا بي فيلا انه الاثاث فيه يكون من الشيء الفخ، على الطراز السلوفاكي، يتم بناؤها على الطراز السلوفاكي لان مالك الفندق من سلوفاكيا. وهنا طبعا دورة المياه، فيلا بي فيلا سبا. بي فيلا سبا، لابد أن نفرق بين أسماء الفيلل. طبعا في أكثر من اسم، بي فيلا سبا، بي فيلا بول، بي فيلا سي ساين. هذه بي فيلا سبا، من تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. وهنا السيفيتي بوكس، هنا أيضا درج الملابس. يوجد أيضا هناك تلفزيون، والغرفة تفتح مباشرة على المسبح، لذا يتم الانتباه للأطفال. إذا كان مع العائلة طفل يتم الانتباه، يتم إغلاق الباب تماما عشان الطفل. طبعا هو المسبح مو عميق مرة. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.